الريفيو هذا ايش شلون تنظف السنسر او شيء الكاميرا اذا كانت ديجيتال اصلا طبعا. مثلا الحين عندنا هي الكاميرا ال 1 دي اس مارك 2 ديجيتال طبعا. اول شيء تبطلون العدسه تضغطون الدقمه تلفون العدسه تتبطل في داخل مثل ما تشوفون هنا التيرمينال وتحت الشتر هذا. تروحون بعدين تشغلون الكاميرا تدشون على المنيو تروحون حق قسم اللي فيه سنسر كليننج سنسر كليننج تضغطون تروحون سيلكت على سنسر كليننج يو وانت كلين سنسر كليك يس اوكي. بعدين تضغطون دقمة الشتر تبطل السنسر. يستحسن يكون عندكم بلور نفس هذا او اصغر مو مشكلة. تمسك الكاميرا كذي بهالطريقة زين وتنفخ عشان شنو الداست والغبار اللي داخل يطيح برا. اذا مسكته شي نفخته يرد التراب داخل مرة ثانية والغبار. فتحطه كذي تنفخه طبعا بعد ما نظفته خلصت هذا السنسر داخل مثل ما تشوفون. بس تخلص تروح سويتش اوف كاميرا يتسكر مرة ثانية التيمر والشتر. بعدين تركب عدستك نقطة حمراء مع النقطة الحمراء بس. هذا طريقة التنظيف.